مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بألف خير. اليوم هو أول يوم برمضان المبارك، كل عام وأنتوا بألف خير يا رب، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. اليوم رح أعمل فريكة، هي من أكلاتي المفضلة. أنا بحب حط معها بزيلا، ورح أحشيها هالمرة بقلب الفروج. للصراحة هاي أول مرة بجربها، فيا رب تزبط معي. هاي الفروج تقريبا كيلو ونص، هلأ رح أتبلها وحطها بالبراد، وبعدين رح أطلعها أحشيها ونحطها بالفرن. ورح أعمل كمان فطاير لحمة بهي العجينة الجاهزة اللي هي البليتر تايجة، من قبل عاملة فيديو ورح أشارككم. وكمان رح أعمل شوربة، طبعا يعني برمضان لازم الشوربة ضرورية، وكمان صحن سلطة. الكمية اللي رح أعملها هي بس كاستين فريكة، هي الكمية بتكفيني يعني إلي ولعائلتي، كمان لأنه بدي أضيف عليهم لسه كاستين بازاليا. أول شي بدي نقي الفريكة، طبعا كل شي فيها وسخ وحجار لازم قيمهم، لأنه هاي يعني على طول قد ما نظفناها إلا ما يطلع شي فيها بالأخير، فلازم ننظفها كتير كتير منيح. حتى لو كان مكتوب على الكيس إنه الفريكة نظيفة، بس بصراحة أنا ما بوثق وإلا ما يطلع فيها شي. هلا بصراحة هاي الأكلة بدها تحضير من قبل، يعني أنا هدول هلا نظفتهم نقيتهم من الصبح، وبدي أطبخها تقريبا على الساعة 4، لأنه هي بدها طبخ منيح، ولسه بدي أحشي الفروجة، والفروجة كمان بدها فترة منيحة يعني كمان بالفرن، لهيك لازم تكونوا حاسبين حساب. هلا بدي أتبل الفروجة وحطها بالبراد. أول شي رح أحط تقريبا بهي الزبدية تقريبا ربعة خل أبيض، وراح أضيف هالكمية من الزيت، هذا زيت نباتي أنا مختارة، زيت دوار الشمس. راح أضيف ملعقة لبن كبيرة، ملعقتين صغار من الملح، ملعقة صغيرة من الهيل، هيل مطحون، وملعقة صغيرة كمان من الزنجبيل المطحون. رح أضيف ملعقتين صغار بودرة الثوم، وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض. ملعقة صغيرة بابريكا حلوة، كم حبة من الفلفل الأسود، وكم حبة هيل، وكم حبة قرنفل، وعودين من القرفة، وشوية ورق غار. وهلأ رح أتبلهم منيح. لازم كمان التتبيلة تدخل لجوات الفروج، وبعدين رح أغطيها وحطها بالبراد للمساء لوقت بدي أطبخها. بعد ما نقعت الفريكة وغسلتها منيح، رح أقليها بالسمنة لحتى تشقر، بعدين رح أضيف فوق البازاليا وخليها تتقلى معها منيح.
رح أضيف المي تقريباً لكل كاسة فريكي، أنا بحط كاستين مي، وممكن بعدين إذا حسيتها ما استويت أرجع أضيف المي. ورح أضيف كمان مكعب ماجي. هون حضرت فطاير اللحمة وصارت جاهزة، وهلأ بدي أحشي الفروجة بالفريكة. الفريكة ما لها مستوية على الأخير. بعد ما خلصت الحشي جبت إبرة وخيط مشان خيطها وسكرها. بصراحة هي أول مرة بجربها، فكتير كنت متلبكة وخفت كمان إنه ما تزبط، بس الحمد لله زبطت وطلعت متشهي. والخيط يعني أبدا ما بيضايق قبل الأكل، بعد ما تستوي يعني ونطلعها من الفرن بس بنسحب الخيط وبيطلع لحاله. وهلأ دهنت البايركس بشوية زبدة وحطيت الفروجة، وهلأ بدي سكرها وحطها بالفرن. أول شي حطيت ورق الزبدة كرمال ما تلزق الفروجة بالقصدير، وهو حطيت القصدير. طبعا سقبت ورق الزبدة ورجعت هلأ سقبت ورق القصدير. حطيت الفروج بالفرن تقريبا لمدة ساعتين على 250 شغال من فوق ومن تحت. رجعت الفريكة على النار لحتى تستوي وتنشف ميتها على الأخير، وهلأ رح نطلع الفروج. منظره وريحته بياخد العقل. طبعا بقيان تقريبا 5 دقايق على الإفطار. بعدين زينتها بالمكسرات. وهيك كان الشكل النهائي للطبخة. بسم الله ما شاء الله طلعت بتجنن، طعمتها كتير طيبة ومستوية اللحمة ومستوية الفريكة. عملت جنبها كمان سلطة وشوربة. فطاير اللحمة للأسف تركتها شوي فاحترقت. أكلناها بس يعني ما كان كتير شكلها حلو أني صورها. وهي الفريكة من جوا مستوية وبتجنن. وهذا كان فطورنا بأول يوم الحمد لله. خبروني انتو شو فطرتوا، اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناة إذا أول مرة بتشوفوني.